أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. نخصص حلقة هذا المساء للحديث عن أبعاد معارك الحديدة وارتفاع مخاوف الكلفة الإنسانية في مناطق المواجهات. من الحديدة قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش مدعومة بقوات التحالف العربي قطعت الطريق الرئيسي بين الحديدة وصنعاء. وقال شهود عيان أن آلاف المدنيين عالقون في منازلهم جراء الاشتباكات العنيفة وتوقف الأعمال في المنطقة الصناعية التي توجد فيها عشرات المصانع الممتدة على خط الاشتباكات من كيلو 4 إلى كيلو 16. العمليات العسكرية تزامنت مع وصول المبعوث الأممي للعاصمة العمانية مسقط للقاء وفد ميليشيا الحوثي بعد رفضه المشاركة في مشاورات جنيف والتي رعتها الأمم المتحدة. في هذه الحلقة سنناقش الموضوع في محورين: إلى أي مدى يمكن أن تصل العمليات العسكرية في الحديدة؟ ومن يتحمل مسؤولية التداعيات الإنسانية الناجمة عن تلك العمليات؟ وفي المحور الثاني، هل تثمر جهود الموفد الأممي في إقناع ميليشيا الحوثي بالعودة للمسار السياسي؟ وما هو مصير مئات الآلاف من سكان الحديدة العالقين وسط الاشتباكات في ظل الظروف الإنسانية الخطيرة؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. الحديدة كلمة السر التي أنهكتها ميليشيا الحوثي، والمعارك الدائرة في أجزاء واسعة من المحافظة الأشد معاناة وفقرا منذ بدء المواجهات الدامية على امتداد مديرياتها الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد. استخدمت الحديدة كورقة من قبل جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، ولكل طرف غايته التي يبحث عنها هناك، ولا تنسجم خيارات كل طرف مع ما يريده أهالي المحافظة المطحونة بالأمراض والأوبئة. بكثير من الألم والدماء تدفع الحديدة فاتورة باهظة الثمن منذ ما قبل اندلاع المواجهات حولها، حين تم تصنيفها كإحدى أكثر المناطق التي يعاني سكانها من انتشار المجاعة وسيطرة الأمراض والأوبئة على أجسام أبنائها. الدعوات الأممية بضرورة وقف العمليات العسكرية في الحديدة لم تجد لها آذانا صاغية، حيث ارتفعت وتيرة المواجهات فيها ووصلت إلى مداخل المدينة. أصوات المدافع والاشتباكات باتت تحجب أنين الضحايا الذين ترتفع أعدادهم ويفقدون حياتهم ووظائفهم ومنازلهم ويفرون باتجاه المجهول دون أن يذكرهم أحد حتى ولو بشكل عابر. المواجهات العنيفة ألقت بظلالها على المدينة وسكانها الذين تستخدمهم ميليشيا الحوثي كدروع بشرية، ولم يعد أحد يقوى على النزوح خارج المدينة التي نزح منها في وقت سابق عشرات الآلاف من المدنيين. استخدمت ميليشيا الحوثي المدفعية في قصف القرى والأحياء، وقامت بتلغيم الشوارع وقطع الطرقات، فيما تقدمت القوات البرية المدعومة من التحالف بغطاء كثيف من الطيران. شهود عيان في المدينة قالوا إن طوابير كبيرة بدأت بالاصطفاف أمام محطات البنزين بحثا عن المحروقات، فيما أدت المواجهات لإغلاق المنطقة الصناعية بالكامل والممتدة من منطقة كيلو 4 إلى كيلو 18، وهي المنطقة التي تحوي عشرات المصانع والشركات والتي تؤمن فرص عمل لعشرات الآلاف من العاملين. تبحث الأمم المتحدة عبر موفدها عن وسيلة للضغط على ميليشيا الحوثي والتحالف على حد سواء من أجل إعادة الحياة للتسوية السياسية التي ولدت ميتة في جنيف، وذلك من بوابة الحديدة. الفيل في الغرفة عبارة أطلقها المبعوث الأممي في جنيف بعد تعثر عقد مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية جراء امتناع وفد ميليشيا الحوثي عن الحضور إلى جنيف، عبارة اختزلت كيف أن العالم لا يرى في الأزمة اليمنية غير فيل يجب إبقاؤه داخل غرفة العناية المركزة. نبدأ بالنقاش مع ضيفنا الصحفي بسيم الجناني. أهلا بك أستاذ بسيم. بداية، لو تضعنا أمام آخر التطورات المواجهات في الحديدة، إلينا وصلت المعارك؟ نعم أخي، مساء الخير عليك. طبعا اليوم بدأت المعارك نوعا ما هدوء نسبي من الساعات الأولى في الصباح، خاصة باتجاه الكيلو 10
كيلو 16 أو قوس النصر بالتحديد، حتى بعد الظهيرة بدأت عملية الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في الكيلو 10، وأيضا مع بدأت الصباح بعملية قصف طيران مستمر على تلك المناطق محيط كيلو 16، واستهدفت عدد من المواقع في خاصة في المزارع المحادية لكيلو 16، إلا أن عند الساعة الثالثة ظهرا بالتحديد بدأت عشرات المدافع الحوثية تطلق قذائفها على 6 أو 7 مناطق تتمركز فيها قوات المشتركة، منها دوار المطار ومنصة 22 مايو وأيضا قرية منظر. أيضا باتجاه كيلو 10 استمرت بقصف تلك المنطقة بشكل عنيف، أيضا في مشروع الأبقار ومناطق القريبة والزعفران والبشاقنة، كل تلك المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات أمطرتها يعني لم تكن بالعشرات بمئات القذائف على مدى 3 ساعات. حضرت الأمطار بشكل غزير على مدينة الحديدة، وهو ما جعل عملية التحليق الطيران يتوقف على مدى تلك الساعات. استغل الحوثي بقصف عنيف من داخل الأحياء السكنية في مدينة الحديدة مع عملية يعني اشتباكات متقطعة شمال كيلو 10 في الطريق الترابية. يبدو أن هناك تسللات حوثية عبر مدينة الصالح في 90 باتجاه كيلو 10، لكن تم صدها وتم سمعت أصوات الاشتباكات إلى حارة صدام والسلخانة بشكل عنيف جدا. هذه اللحظة حدثت الاشتباكات مع استمرار عملية القصف المدفعي إلى تلك المناطق، وهي مناطق يوجد فيها ما زال سكان، خاصة أن هناك عملية نزوح يعني كبيرة جدا خلال 2 يوم الماضيين من منطقة كيلو 16، خاصة تركزت على باتجاه باجل والمراوعة، كونها أصبحت منطقة عسكرية تحت النار. عشرات المصانع أغلقت أبوابها من كما قلت في التقرير من كيلو 4 حتى كيلو 18، جميع المصانع أغلقت أبوابها. هناك مصانع للأسف تم استهدافها بالطيران بعد أن تمركزت فيها ميليشيا الحوثي وتمركزت فيها القناصة. لا يوجد بناية أو محطة أو مصنع إلا وتم استغلاله من قبل الحوثيين في هذه المعركة. هناك تصرف غير أخلاقي للحوثيين في استغلال المناطق الصناعية والمدنية في الدخول إليها والقصف من خلالها واعتلاء القناصة في المنازل وإغلاق مزيد من الطرق وإحراق كثيف للإطارات، خاصة اليوم في شارع 50 من أوله إلى آخره تم إحراق إطارات من أجل حجب الرؤية على أفراد الحوثيين للتعزيزات التي تصل باتجاه كيلو 10 وخط الحديدة كيلو 16. طيب بسيم، يعني تقول هدوء نسبي تشهده المعارك في الحديدة، إلى ماذا يرجع هذا الهدوء؟ هل هناك صعوبات ماثلة أمام التحالف تمنعه من التقدم، أم ربما تكنيك معين استخدمه التحالف والقوات الحكومة الشرعية في هذه الحرب؟ لأنه المفهوم من حديثك أنه فقط الآن المعارك هي في إطار رد الفعل بناء على القصف الذي يأتي من قبل ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني. نعم، اليوم لا يوجد أي تقدم ملحوظ في كل القوات المشتركة. غالبا عندما تتقدم القوات المشتركة إلى نقطة معينة تتوقف لنزع الألغام وتأمين المنطقة بشكل كبير جدا، كون المنطقة مفتوحة على مصراعيها. وقد تحدثنا من قبل أن منطقة كيلو 10 إلى كيلو 16 عبارة عن منطقة زراعية مفتوحة على الاتجاهين. الحوثي خلال فترة الحرب يعني عمل على زراعة مئات الألغام أن تكون الآلاف في كافة تلك المناطق، وعمليات الحفر التي تمت في تلك الفترة كانت توحي أن هناك مخطط لإنزاف القوات التي ستأتي وإعاقتها بشكل كبير. وما يحدث الآن هو عملية خاصة باتجاه كما عندما دخلوا حوش الأبقار ربما استمروا لأسبوع حتى يخرجوا إلى الخط العام ويتمكنوا بعد أن تم نزع جميع الألغام، وهذا ما يتم حاليا. يعني بدأت فرق نزع الألغام تعمل منذ خروجه الخط وتأمينه بشكل كبير جدا. بمساندة الطيران اليوم بدأ عمليات قصف مستمرة قبل أن تتقدم نحو كيلو 16. أكبر ما يعيق تقدم القوات المشتركة في جميع المعارك على امتداد الساحل كانت الألغام، واليوم هناك ألغام تفجر عن البوات ناسفة تفجر عن بعد. عمليات أيضا التسللات كونها منطقة مفتوحة والحوثي تمترس فيها في الفترة الماضية على يعني خلال 3 سنوات
وعرف طبيعة المنطقة وجغرافيتها، بعكس القوات التي جاءت عبر الدريهمي ربما تجهل طبيعة المنطقة، فيتم الترتيب. أعتقد أنه هناك تكتيك عسكري لا أكثر، ولكن الهدف الرئيسي من هذه المعركة والوصول إلى كيلو 10 هو إغلاق منفذ أو دوار السفينة في كيلو 16 وقطع خط الحديدة تعز وخط الحديدة صنعاء. طيب سأعود للنقاش معك بسيم عن الوضع الإنساني بشيء من التفصيل داخل الحديدة مع تصاعد هذه المواجهات واستئناف العمل العسكري في الحديدة. ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الناصر. كيف يمكن قراءة المشهد من خلال التطورات الأخيرة المترابطة ربما إلى حد ما كما يرى الكثير، التصعيد العسكري الحاصل في الحديدة ومغادرة جريفيث إلى العاصمة العمانية للقاء وفد ميليشيا الحوثي، إلى أي مدى هناك ارتباط بين هذه العمليات العسكرية وتحركات جريفيث، وما الجديد الذي يمكن أن يحمله جريفيث في زيارته الأخيرة؟ كما هو معروف انه جريفيث فشل في جمع الاطراف في جنيف، والان هو يحاول فقط ان يستمر في مفاوضاته غير المباشره، لكن ليس هناك علاقه، اقصد من حيث العلاقه واضحه بين ما يحدث في الحديده. ما يحدث في الحديده هو استمرار للعمليه العسكريه التي بدات من اكثر من 3 أشهر، والمحاوله الان هي استكمال للعملية التي هي لا زال هناك كثير من العوائق الموضوعية العسكرية والإنسانية والتي منعت تقدم القوات في حينها، ولا زالت أعتقد أنها ستمنحها حاليا. وإن حدث اختراق الآن، هذا الاختراق يظل في المناطق كما ذكر الأخ بسام، من المناطق أو في المناطق الخالية من السكان أو القليلة السكان في جنوب شرق الحديدة. ويبدو التكتيك هو أن يستمروا في التقدم في المناطق، تطويق الحديدة أكبر قدر ممكن في المناطق هذه القليلة السكان، على أمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على الحوثي في نهاية المطاف والسيطرة على الحديدة. ولكن كما يبدو العملية ستأخذ مدى أطول، والكارثة الإنسانية ستكون أضخم بكثير، ولازلنا في بدايتها كما هو حاصل الآن، لأن المعارك الآن لا زالت تدور في المناطق القليلة السكان. وحينما تصل المعارك إلى مناطق كثيفة السكان سنشهد أولا خسائر بين السكان المدنيين، إضافة إلى الخسائر في منشآتهم المنشآت المدنية وهجرات كثيفة. حاليا هناك حالات نزوح كبيرة، ولكنها بتقتصر على مناطق الصراع والمناطق التي يصلها الصراع، ولكن عندما يصل الصراع إلى وسط المدينة إلى الذي لا نتمناه، ولكن يبدو أنه العمليات العسكرية تسير بهذا الاتجاه، فسنشهد نزوح لمئات الألوف من السكان الذين هم في وضع. طيب أستاذ عبد الناصر، العملية العسكرية في الحديدة عندما توقفت في الفترة الماضية ليس ربما للعوائق الموضوعية التي تحدث عنها، ربما كانت هناك ضغوط من المجتمع الدولي لإتاحة فسحة أو فرصة لاستئناف العملية السياسية وتهيئة الأجواء إلى مشاورات جنيف. بعدم حضور وفد ميليشيا الحوثي إلى جنيف وإعلان فشل هذه المفاوضات، تحركت قوات الشرعية مدعومة من التحالف. باعتقادك هل التحالف اليوم والشرعية قادرين على السباق مع الزمن وتحقيق مكاسب كبيرة خلال هذه الفترة قبل أن تعود مجددا الضغوط من قبل المجتمع الدولي؟ الذي حاصل أو الذي حصل ولا زال حاصل حتى الآن أن المجتمع الدولي والقوى الدولية يتم إقناعها بأن العملية العسكرية ستكون سريعة وستكون قليلة الكلفة الإنسانية، فيعطيهم ما يشبه الضوء الأصفر
ليتقدم، ولكن عندما تكون هناك عوائق يتضح فيما بعد بأن هناك مبالغة وهناك تصور غير دقيق للموقف، عندما يصطدموا بعوائق عسكرية وبكارثة إنسانية كبيرة يتم الضغط عليهم. لكن هناك عوائق موضوعية، يعني حتى الآن المعارك لا زالت في المناطق القليلة السكان ومناطق البعيدة من الغطاء النباتي، ونعرف أن الحوثيين متمركزين في هذه المناطق ومعظم هذه المناطق لا زالت في أيديهم. حتى الآن عندما نتحدث عن منطقة تهامة، عندما نقول من المندب جنوبا حتى ميدي شمالا، هذه المنطقة يسكنها بحدود 4 مليون نسمة. المعارك الآن لا زالت تدور في منطقة لا تتجاوز 400 ألف نسمة، المناطق التي أصبحت تحت سيطرة القوات التابعة للتحالف، بينما لا زالت معظم الكثافة السكانية تحت سيطرة الحوثيين. وبالتالي علينا أن نتخيل لو استكملت العملية وتم السيطرة على منطقة كل منطقة تهامة الساحل الغربي كلها، معنى ذلك بأن هناك 4 مليون نسمة سيتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه العملية، بمعنى أن العملية الكارثة الإنسانية لا زالت في البداية، وهذه هي خطورة الحرب. للتعرف أكثر على الوضع الإنساني، يعني سيكون ربما لدينا صورة أفضل من الميدان من خلال الأخ بسيم الجناني. هل نحن أمام بداية الكارثة الإنسانية؟ لأن البعض يرى أن ربما الوضع الإنساني متأزم وهناك صعوبات أمام سكان الحديدة. مع السينف هذه العمليات، كيف يمكن توصيف الوضع الإنساني في الحديدة بسيم؟ إحنا الوضع الإنساني ليس عندما صنفت المعارك اليوم، ولكن منذ أن بدأت منذ 3 شهور كانت المعاناة الإنسانية يعني على أشدها. عندما نزحت عشرات الآلاف من الأسر، الآلاف من الأسر من داخل مدينة الحديدة، وانصدمت بوضع إنساني مرير في صنعاء سواء أو في مناطق المحافظات التي نزحت إليها، ولم تجد أي مد أو عون إنساني من المنظمات الدولية لعمليات النزوح. للأسف كلما اشتدت المعارك على مشارف مدينة الحديدة تفاقمت المعاناة الإنسانية. اليوم المدينة تعيش شح في المشتقات النفطية، رغم تكدس المشتقات النفطية داخل خزانات المنشآت في الحديدة. أيضا عملية اليوم المصانع التي أغلقت في منطقة الحرب في كيلو 16 وكيلو 10 هي مصانع يعني اقتات منها أكثر من 30 ألف عامل من سكان مدينة الحديدة. فلك أن تتخيل أن هذه المصانع يعني أوصدت أبوابها وغلقت وقطعت أرزاق الناس. أيضا هناك معاناة كانت سابقة بقطاع الرواتب على مدى 3 سنوات. كل هذه عوامل تؤثر. الحرب ليست نزهة كما يقال، الحرب هي كلما طالت الحرب كلما يعني زادت الكثافة الإنسانية. اليوم المدينة تعيش حالة رعب، يعني خاصة مع استمرار يعني انتشار الحوثيين وحشدهم عبر المنفذ الشمالي خط الشام إلى مدينة الحديدة. هناك عملية نزوح بقى يعني منذ اليومين الماضية كانت بشكل غريب جدا عبر خط الشام. أمس أغلق الطريق بسبب ازدحام حركة السير لساعات ثم يعيد فتحه. هؤلاء من استطاعوا أن يندحوا، ولكن هناك عشرات أو آلاف الأسر حالها لا يمكن أن تخطو خطوة واحدة خارج منازلنا، وهي مسلمة بالأمر الواقع. يقولون لن نخرج من منازلنا. في نفس الوقت هناك يعني غياب للعمل الإغاثي الإنساني للمنظمات الدولية الموجودة في مدينة الحديدة، والتي تصل بواخرها الإغاثية عبر الميناء بشكل متواصل. حتى اليوم الميناء لا يزال يستقبل تلك المعونات الغذائية والدوائية، ولكن للأسف هناك سيطرة كاملة على تلك المعونات وتوزيعها عبر الحوثيين. ومن يدير عملية الإغاثة اليوم هي الحوثي، حتى على إدارة المنظمات الدولية. أشكرك. الوضع الإنساني لا يمكن وصفه، لأنه فعلا سيء جدا داخل مدينة الحديدة وفي مناطق خريفية بشكل عام. أشكرك بسيم الجناني صحفي وناشط، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ينضم إلينا أيضا من صنعاء المتحدث باسم الصليب الأحمر عدنان حزام. أستاذ عدنان، كما قال بسيم الجناني، ما زالت البواخر المتعلقة بالعمل الإغاثي والإنساني تصل إلى الحديدة، لكن هناك ربما غياب لأي جهود لإغاثة أهالي الحديدة من قبل المنظمات الدولية. ربما أنتم
واحدة من هذه القائمات تصدر ربما العمل الإنساني والإغاثي، لماذا أنتم بعيدين عن أهالي الحديدة؟ ما الذي قدم خلال هذه الفترة وخاصة مع اجتداد المعارك واستئناف فيها مؤخرا؟ بالفعل الوضع في الحديدة سيء كغيره من المناطق التي تشهد قتالا في أنحاء اليمن. عندما نتحدث عن الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية التي تأثرت بشكل كبير بسبب هذا الصراع الذي له 4 سنوات، نتحدث عن قطاعات حيوية وخدمية منهارة، نتكلم عن احتياجات إنسانية كبيرة جدا. نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي استجابتنا عاجلة وكذلك محدودة. نحن نحاول من خلال تدخلاتنا الإنسانية سواء في الحديدة أو غيرها من المناطق لتخفيف من معاناة المدنيين نتيجة لهذا القتال. نحب أن نذكر هنا ما يخص الحديدة وغيرها من المناطق أنه يجب على أطراف الصراع اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم استهداف المدنيين وكذلك المنشآت المدنية الحيوية، وكذلك توفير ممرات آمنة لمن يرغب من المدنيين الخروج من تلك المناطق. لذلك وجب التذكير بهذه القواعد الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك مساعي من أجل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية. طيب بالنسبة لهذه التحذيرات، هذه نقطة مهمة أستاذ عدنان حزام. الآن ما يتعلق باستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية داخل الحديدة، الآن هناك إشكالية أنه الميليشيا الحوثي تتركز ربما داخل هذه المناطق المدنية سواء في الحديدة المناطق الصناعية وأيضا المناطق المتواجد فيها المدنيين، وتقوم باستهداف قوات الشرعية والتحالف، ومن ثم يأتي الرد من خلال القصف على هذه المواقع. كيف يمكن التعامل مع ذلك؟ ولماذا التغاضي عن استهداف أو عن تعريض المدنيين لقصف التحالف من قبل ميليشيا الحوثي؟ مواقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنذ بداية هذا الصراع واضحة جدا، وخاصة فيما يتعلق باستهداف المدنيين وكذلك المنشآت المدنية. نكرر دعوتنا إلى جميع الأطراف، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدينا حديث مطول مع تلك الأطراف من أجل أن يكون هناك اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة من لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين وكذلك المنشآت المدنية. شهد الصراع في اليمن استهداف للمستشفيات، استهداف لمحطات المياه والكهرباء، وهذا ما يزيد من معاناة اليمنيين. نأمل أن يكون هناك استجابة لهذه الدعوات وأن تسمو تلك الأطراف وأن تجنب المدنيين ويلات هذا القتال. طيب سأعود لك أستاذ عدنان، أعود بسؤال أخير للأستاذ عبد الناصر من الأردن. أستاذ عبد الناصر، موضوع ربما العوائق فيما يتعلق بالوضع الإنساني هي مطروحة في سياق الضغط ربما لتوقيف من فترة إلى أخرى المعركة في الساحل الغربي وتحديدا في الحديدة للتذرع بهذا الموضوع. هناك اليوم اتهامات كما قال أخ بسيم الجناني من الحديدة أن ميليشيا الحوثي تعرض المدنيين لقصف التحالف من خلال تواجدها داخل هذه المواقع وقصفها لقوات الشرعية والتحالف. باعتقادك لماذا هذا التغاضي عن تعريض الحوثيين للمدنيين؟ لماذا ربما كل الضغوط من قبل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تتركز فقط على الشرعية والتحالف ولا توجد ضغوط على ميليشيا الحوثي في هذا الموضوع؟ يعني أولا نقول ليس هناك تغاضي، هذا السلوك الحوثي هو سلوك نمطي وهو سلوك الطرف الذي لا يمتلك في الغالب أسلحة ندية للطرف الآخر. الحوثيين سلوكهم يتمترسوا في مناطق مدنية، نعرف أنهم في مارسوا هذا السلوك في المخا وفي جميع المناطق التي كانوا مسيطرين عليها، وبالتالي معروف سلفا للطرف المهاجم بأن هذه بأن الواقع سيكون بهذا الشكل، وبالتالي معركة الحديدة ومعركة تهم بشكل عام هي معركة منذ البداية ستكون المعركة الأشد ضراوة والأكثر كلفة خاصة في الجانب الإنساني. نعرف أن ظروف سكان هذه المنطقة هي من أفقر مناطق اليمن من قبل الحرب، وبعد الحرب ازداد وضعهم سوءا، وبالتالي أي مساس لهذه الفئة، أي إخلال بظروف حياتهم سيعرضهم إلى مخاطر كبيرة جدا. كما ذكر الأخ بسيم أن الكثير من السكان لا يقدروا حتى على الخروج، لا يمتلكوا حتى
كلفة مواصلات خروجهم من الحديدة، فكيف الحال العيش خارج هذه المنطقة، خاصة وأن الناس الذين جربوا منذ 3 أشهر ونزحوا إلى مناطق أخرى وصلوا إلى هذه المناطق ولم يجدوا الكثير منهم أي إمكانيات أو أي ظروف تسمح لهم بأن يعيشوا عيشة طبيعية أو نقول عيشة بكرامة، والكثير منهم عاد إلى الحديدة والآن كرروا النزوح مرة أخرى. وبالتالي معركة الحديدة هي معركة منذ البداية كانت معركة فيها مخاطر إنسانية وتبدو غير محسوبة. أيضا المردود السياسي لهذه الحرب يتم المبالغة فيه، أنا تكلمت في هذا الموضوع منذ أكثر من عام في أكثر من مقابلة وقلت بأن المردود السياسي لا يستحق كل هذه المغامرة الإنسانية والمغامرة العسكرية الضخمة، ولكن من يريد صاحب القرار لا يهتم بهذه الأمور، يتصرف بلا مسؤولية، ولهذا سيتم تعريض أكثر من 4 مليون نسمة. أقول لك 4 مليون نسمة، حتى الآن المعارك لم تدور إلا فيما يساوي 400 ألف نسمة، معنى أن غالبية سكان تهامة سيتعرضوا هؤلاء إلى خطر هذه الحرب، والحرب لن تتوقف في الحديدة. طبيعة وساحة المعركة لا تسمح بأن توقف الحرب في هذا الشريط الضيق من الساحل إلى مدينة الحديدة، أنت مضطر بأن تظل تزحف شرقا وتتجه شمالا، وبالتالي المعركة ستظل معركة مفتوحة إلى أن تصل إلى الجبال على الأقل، وحينها أيضا لن تكون هذه المنطقة سهلة. أشكرك أستاذ عبد الناصر، أشكرك. ليس هناك من مبررات عسكرية سياسية وعسكرية تستدعي مثل هذه الحرب التي هي كارثة إنسانية بكل المقاييس، ولسوء الحظ أن من يتخذ قرارات هؤلاء الناس الملايين هؤلاء ليس لديه أي درجة من الإحساس بهم، فقط لديه خطة في رأسه يريد أن ينفذها دون اعتبار لهذه النتائج، ربما خطط عسكرية وحسابات سياسية. أشكرك أستاذ عبد الناصر المودع، لكن أختم مع الأستاذ عدنان حزام بسؤالي عن الآن مع استئناف هذه المعارك. ربما في البداية معارك الحديدة كانت المنظمات تتحدث عن عنصر المفاجأة لها ببدء هذه المعارك، وبالتالي لم تستطع أن يكون لديها خطط لإغاثة الناس. الآن هل هناك تنسيق ما بين المنظمات سواء الدولية أو المحلية؟ ما هي خططكم لإغاثة الناس في ظل الوضع الصعب لأهالي الحديدة؟ طبعا هو منذ بداية المعارك في الساحل الغربي وكذلك قربها من مدينة الحديدة منذ شهور قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جانب المنظمات الأخرى بتقديم المساعدة وخاصة في المجال الإغاثي لنازحي من تلك المناطق. ما زلنا موجودين في الحديدة، نقوم بتقديم المساعدة في الجانب الطبي والجراحي. نعم لدينا خطط، ولكن نتكلم الآن عن عوائق أمنية أو عدم الوصول إلى تلك المناطق التي تشهد هذا القتال. نأمل من أطراف الصراع تسهيل مهام المنظمات الإنسانية، وكذلك ونؤكد هنا كذلك أن يكون هناك ممرات آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من تلك المناطق إلى مناطق تؤمنهم، وكذلك تستطيع المنظمات تقديم الإغاثة لهم. أشكرك جزيلا عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر، كنت معنا من صنعاء. وصلنا إلى ختام حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. في الختام تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.